آتاهم ما لم يؤتي أحدا. قال الإمام الباقر عليه السلام: وهم الباب المبتلى به، من أتاه نجا ومن أباه هوى، حطة لمن دخله، حجة على من تركه، إلى الله يدعون وبأمره يعملون وبكتابه يحكمون وبآياته يرشدون. فيهم نزلت رسالته، وعليهم هبطت ملائكته، وإليهم بعث الروح الأمين فضلا منه ورحمة، وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين.